بالطبع عندما نتكلم عن المناصفات نتكلم عليها كقيمة إنسانية وكقيمة مجتمعية اللي خصها تكون تسود داخل الأحزاب السياسية وكذلك داخل المجالس المنتخبة. للأسف الشديد تلقوا أن بالرغم أنها مادة من مواد في الدستور المغربي، بالرغم أن الكل ينادي بها، ولكن في الفعل اليومي ما كيناش. تلقوا أن الأحزاب السياسية لا تؤمن بها بالمرة، لأن تلقوا في انتخابات ضروري نعتمدوا على الكوطة باش نعطيوا هذاك الحق لهذيك المرأة، ولا أن في آخر المطاف تطلع هير بدوك النسب المئوية اللي تتعطى لها حسب القوانين تاع الانتخابات. اليوم ما نطالب به هو أن يكون بعد الملائمة ديال القوانين الانتخابية مع الدستور المغربي اللي هو دستور متقدم جدا وفيه مواد اللي هي واضحة في حول المناصفة وحول المساواة، كذلك خاص إخراج الهيئة ديال المناصفة ومكافحة كل الأشكال ديال العنف، لأنها تهي غتحاول ما أمكن أنها تأفونسي ولا تدفع بهذا المبدأ أنه يكون مرسخ. كذلك خاص الشغل على العقلية الذكورية التي تسود داخل الأحزاب السياسية، اللي هي لأن هذه العقليات هي تترفض الحضور القوي ديال النساء، وكذلك الخوف من إبراز الطاقات والكفاءات القوية داخل هذه الأحزاب. اليوم تلقاو داخل الأحزاب امرأة واحدة اللي تقلد رئاسة الحزب، وأحزاب كلها يمكن ما فيهاش نساء اللي متواجدين في القيادة، فقط هما أعضاء في مجالس وطنية ولا أعضاء كذلك في المكاتب السياسية، ولكن ما عندهمش هاد الحظوظ باش يكونوا قياديات أي كاتبات الأحزاب ولا أمينات الأحزاب. إذا اليوم ما نطالب به هو الملائمة، كذلك أن هذا المبدأ ديال المناصفة يكون في قوانين الأحزاب السياسية الداخلية، وكذلك أن خاص يكون أننا نجوزوا الكوطة بمبدأ المناصفة اللي هو مدستر واللي هو قيمة كاينة وحاضرة في الدستور المغربي ديال 2011.